اعمل ايه يا ربي؟ انا عملت اللي عليا. بعد ما شكر ربنا انه ما فيش توفيق، راح ربنا كافئه واداله هدفين بعد كده، هدفين النادي الاهلي. بص حطها 10 10 كانت، صح؟ طبعا طبعا يعني شكر ربنا، قال يا رب ما فيش توفيق هعمل ايه طيب؟ طبعا. فراح راح ادي شكري هيرفع وفضل هيحط. يا ريت بقى يجيبوا الجول ده، هو ده شكر ربنا اهو تاني. لا يا ريت يجيبوا الجول ده وشوف محمد فضل الاول كان فين وتحرك فين، يا ريت، لان انا اهي ايوه لا في صوره هيبين ان فضل كان موجود قدامه رجع حاجه، ايوه رجوعه ده فضل نفسه، بصوا كان فين وراح راجع واحمد شكري صبر بص بقى لوحده ومفيش اي نوع من انواع المراقبه، الكره جت 10 10 من احمد طبعا شكري صراحه، وهدف وشكر بيها بعديها ربنا طبعًا سبحانه وتعالى. وفضل اعتقد مباراه دي مهمه بالنسبه له، لانه كان بقاله فتره ما بيسجلش، وده رابع هدف اهو، ده رابع هدف، ده الجون الثاني. مش عارف محمد نصر ما عدهاش ليه من الزاويه العكسيه، زاويه ال 18، نشوفها تاني. و ادي محمد فضل كالعاده بيسجد ودخل نفسه 10 10، يعني قاوح في الكوره. يا كابتن طبعا راح قفل وراح قفل وحط الكوره قفل، بحيث ان الكوره ما تعديش خالص يعني. انا عايز اقول بس برضه